قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقي. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن يجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن يجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه أول حصة في المجلد الثاني، ويواصل الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يقول: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد وقم. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يعني يتحدث عن القدر وعن المسائل التي تتعلق به. ولعظم مسألة القدر فرق المصنف رحمه الله تعالى الكلام فيها، يعني مر علينا في مواضع كثيرة كم يتكلم فيها المصنف رحمه الله تعالى، وهو هنا ما زال كلامه متصلا على الإيمان بالقدر، إذ يدخل في الإيمان بالقدر الإيمان باللوح والقلم. واللوح هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله عز وجل فيه مقادير كل شيء، الذي كتب الله جل وعلا فيه مقادير كل شيء. نعم، هو الذي ذكره الله جل وعلا، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وهو كذلك أم الكتاب، يعني يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب هو الذي لا يقبل محوا ولا تغييرا ولا تبديلا. قال: ونؤمن باللوح. اللوح والإيمان به، الإيمان بأن الله جل، معناه الإيمان بأن الله جل وكتب فيه كل شيء. والقلم، والقلم يعني خلقه الله جل وعلا. نعم، كما في حديث عبد الله ابن، كما في حديث أول ما خلق الله جل وعلا، الحديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه، كما في سنن أبي داود وغيره. نعم، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: يا ربي وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وهذا هو القلم الأول الذي جرت به، الذي كتبت به جميع المقادير. نعم، و هو الذي جاء به القسم: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وصفة اللوح وصفة القلم لا يعلمهما إلا الله جل وعلا، وهما من الغيب الذي يجب الإيمان به إجمالا على النحو الذي أخبرنا الله عز وجل به. أمور الغيب يقتصر فيها على ما وردت به النصوص، نعم، فنؤمن بهما إجمالا. وأما صفتهما، نعم، فهي يعني من الغيب الذي استأثر الله عز وجل بعلمه. قال: ونؤمن باللوح والقلم، وأن الله جل وعلا خلق القلم، قلم مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا. نعم، وبجميع ما فيه قد رقم، وبجميع ما فيه قد وقم، والذي عبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام: جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وجميع ما فيه قد وقم يعني كتب، فرغ من الكتابة فيها، كما هو مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. قال: وبجميع ما فيه قد رقم، رقم كتب.
وهنا يعني يذكر أهل العلم ومنهم الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى الخلاف الذي ورد بين أهل العلم في وبين السلف في أول المخلوقات، هل هو العرش أم هو القلم، وذكر القولين الحافظ أبو العلاء الهمداني نعم أصحهما يعني، ولا هو الذي اختاره، مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن القول الذي يترجح أن العرش مخلوق قبل القلم، الذي ودل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو السابق، وفيه قدر الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، والتقدير مقارن لخلق الله جل وعلا القلم، لحديث عبادة رضي الله عنه أول ما خلق الله القلم. وهنا هذا الحديث له يعني روايتان، الرواية الأولى ليس فيها حرج، وهي أول ما خلق الله القلم، فأول هذا ظرف، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. فعلى هذه الرواية ليس عندنا هنا فيها تعارض، حديث عبد وخلق القلم مقارن لكتابة المقادير، والعرش أسبق منها، وكان عرشه الواو هنا واو الحال، وكان عرشه على الماء جملة حالية. نعم. والرواية الثانية أول ما خلق الله القلم مبتدأ الخبر، وعلى هذه الرواية أيضا ليس فيها إشكال أيضا، لأن هذه الرواية معناها أول ما خلق الله القلم من المخلوقات، من مخلوقات هذا العالم. نعم. وهذا ومن هنا تتوافق روايتان، تتوافق يعني روايتان، يكون القول الذي يترجح هو العرش. كان وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى له يعني يختار القول الأول على ظاهر حديث أول ما خلق الله القلم، ولكن يعني مع الجمع مع حديث عبد الله ابن عمرو والرواية الأخرى أول ما خلق الله القلم، فيكون الراجح هو أن العرش مخلوق قبل القلم، والعرش مخلوق والقلم مخلوق. قال ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. ويذكرنا بأن هذا القلم الذي اقتصر المصنف عليه هنا يقصد به القلم الأول الذي يعني يشمل الأفضل يعني القلم الذي كتبت به مقادير كل شيء، كما في حديث عبد الله ابن عمرو. وسيرد أن جاء تسمية يعني جاء في يعني في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القلم بصيغة الجمع، قال جفت الأقلام ويعني رفعت الأقلام وجفت الصحف، فجاء القلم في السنة بصيغة الجمع. نعم. وجاء في القرآن بصيغة في القسم نون والقلم وما يسطرون، قوله تعالى الذي علم بالقلم، وليس هناك تعارض، لأن الجمع في السنة لأنه أقلام وليس قلما واحد، لأنه يعني كتبت به تقادير مختلفة ولم يكتب به شيء واحد. نعم. فالقلم الأول الذي كتبت به فالأقلام أربعة، أعظمها ما كتبت به المقادير كل شيء قبل خلق، وهذا قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا عندك موجود عندك في كتاب يعني بارك الله فيك، يأتيك في الكتاب حتى لا تكتب كثير. نعم. هذا الأول. والثاني القلم الذي كتبت به أعمال بني آدم على وجه الخصوص، ومنه الحديث المروي في الصحيحين من احتجاج آدم وموسى صلى الله عليهما صلى الله على نبينا وعليهما وسلم، وفيه أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق ب40 عاما. هذا القلم الثاني. والقلم الثالث الذي يخص الإنسان هو لم يزل في بطن أمه. نعم. فيمكث الحديث عبد الله ودل عليه حديث
عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وفيه فيؤمر الملك فيكتب أربع كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد. والقلم الرابع هو التقدير الحولي، هو أن الله جل وعلا يكتب مقادير كل شيء، يكون ذلك في ليلة القدر. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ويعني ويكتب فيها في هذه يعني الليلة التقدير العام جميعا. فهذه الأقلام تفسيرها، يعني هذا تفسير الأقلام الذي جاء في السنة مجموعا، أنها ليست قلما واحدا. وتعلمون أن من أن الإيمان بالقلم متضمن للإيمان بإثبات علم الله جل وعلا الذي لا يغيب عنه شيء، إذ أن مراتب القدر أربعة: الإيمان بعلم الله جل وعلا الذي أحاط بكل شيء قبل وجوده، أحاط بكل شيء، نعم، يعني وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، نعم. يعني الثاني، المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وهي التي القلم يدل عليها، تؤمن بأن الله جل وعلا كتب كل شيء على هذه الأنواع التي ذكرناها من أنواع الكتابة. والمرتبة الثالثة الإيمان بأن مشيئة الله جل وعلا يعني شاملة، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والعبد مشيئة، ومشيئته مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والمرتبة الرابعة وهي أن الله جل وعلا يخلق يعني خلق العبادة وخلق ما هم عاملون: والله خلقكم وما تعملون. نعم. فإذا يعني الكلام على اللوح وعلى القلم داخل في الإيمان بالقدر، إذ أن من مراتب القدر العلم والكتابة. قال: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى في أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. جف القلم يعني جفت الصحف التي كتبت بها هذه الأقلام، وكذلك جفاف القلم تعبير أنه لن يغير شيء بعد كتابته. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى جاءت السنة ببيانه في حديث كما ذكر الشارح، حديث سراقة ابن مالك ابن يعني جعش من رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، بي عندك في الكتاب بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن، فيما العمل اليوم، أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل، أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل. المعنى يعني الشيء الذي نعمله الآن هذا كتب وفرغ منه، أم فيما يستقبل يعني شيء لم يكتب إلا بعد أن يفعله العباد. قال: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، رواه مسلم. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام، جفت الصحف ورفعت الأقلام، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. إذن المسألة كلها مقضية، هذا كله من ضمن الإيمان بالقدر. ولذلك حاصل الإيمان بالقدر أن تعلم كما قال عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، جعل يوصي ابنه، سئل الوليد ابن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ماذا قال يعني أبوك عند وفاته، قال جعل لي يعني جعل يقول لي: يا بني اتق الله، فجعل يقول: يا بني اتق الله واعلم أنه لن يدخل أحد الجنة أو لن ينجو من النار حتى يؤمن بالقدر،
قلت كيف يؤمن بالقدر؟ قال أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. وهذا هو حاصل إيمان بالقدر، لأنك إذا أمنت بأن الله جل وعلا قدر كل شيء وكتب كل شيء، فهذا يستلزم أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك بالفتح. نعم، اللام هنا بعدها النون هي مضمرة، والفعل منصوب بعدها، وما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني كل شيء مقدر. نعم، كل شيء مقدر وكتب، يعني ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، هي مقدرة قبل أن نبرأها تظهر للناس وتنفذ، من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وهذا يدلك لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا يعني ولا تفرحوا بما آتاكم، يدلك على أن العقيدة ليست مجرد ألفاظ نحفظها ونتقنها حفظا دون أن تظهر أثر، أي أثر دون أن يظهر أثر لهذه العقيدة على الجوارح وعلى القلوب. نعم، فمن ضمن الإيمان بالقدر أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وهذا يهون عليك المشقة في هذه الحياة ويهون عليك الابتلاءات. ولذا يقول الله جل وعلا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، مقدرة مكتوبة، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. أحيانا تكون المصيبة جلل، نعم، وقد تخرج الإنسان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الصبر عند أول الصدمة. الصدام، حقيقة الصدمة، الصدام شيئين ببعضهما، كذلك أول ورود المصيبة على الإنسان أنها يعني تصطدم به، تصطدمه. نعم، فهنا يأتي الإيمان، يأتي الإيمان في القلب، ومن يؤمن بالله يسلم وينقاد ويطمئن لحكمة الله جل وعلا، لأنه يعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وهذا في حقيقة الأمر توفيق. والمرأة التي مر عليها النبي عليه السلام فكانت تبكي صبيا لها، حديث في الصحيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها اتقي الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي، فلما أخبرت بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها مثل الموت، فجاءت للنبي عليه الصلاة والسلام تعتذر، فقال لها إنما الصبر عند أول الصبر، الصبر العظيم أول ورود المصيبة، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذن هذه ثمرة الإيمان هي بالقدر. نعم، إنه مهما مرت بك من خطوب أو ادلهمت بك الكروب تطمئن لله جل وعلا وتراجع نفسك أولا وتستغفر الله وتتوب إليه، لأن الله جل وعلا يقول قل هو من عندي أنفسكم. نعم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ثم تسلم لله جل وعلا وتستسلم لأمر الله جل وعلا ونهيه. هذا هو في الحقيقة ثمرة الاعتقاد، ثمرة تعلم العقيدة أن تكون عندك مثل هذه المعاني. نعم، وهنا يظهر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم بتقرير أمر العقيدة في النفوس، فيمكث 13 عاما في دار الأرقم ابن أبي الأرقم وفي غيره في مكة يربي الناس على قضية الاعتقاد. نعم، حتى يكون القلب خالصا لله جل وعلا، فلما تربت النفوس على هذه العقيدة الصافية من كل كدر، الصافية من كدر وشوائب البدع والضلالات، أثمرت جيلا لم تكتحل عين الزمان بمثله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم، وذكر المؤلفون عندك هذه الأقلام التي يعني ذكرتها، والمؤلف رحمه الله تعالى
يعني يستطرد في هذا الموضوع ويتكلم على أن العبد إذا آمن بذلك فهو أنه يفرد الله جل وعلا بالخشية وبالتقوى، نعم، ويبين الأدلة على ذلك، ويسرد لك قول الشافعي رحمه الله تعالى أن الإنسان يهتم بإرضاء الله جل وعلا والثقة به والاطمئنان لأمره ونهيه. الشافعي رحمه الله يقول: رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه، ودع ما سواه فلا تعانيه. فرضا المخلوق لا مقدور ولا مأمور، ورضا الخالق مقدور ومأمور. نعم. وكذلك من باب الإيمان بالقدر بيّن لك أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله عز وجل. نعم. هذا من ضمن الإيمان، يعني حتى لا يعني لا يفهم، أي قد يفهم المرء فهما سقيما فيعتقد أن إذا كان كل شيء قد قدر فلا داعي للعمل أبدا، لأن الله جل وعلا ربط الأشياء بأسبابها، ربط الله جل وعلا المسببات بأسبابها. نعم. وهذا لا ينافي التوكل. والنبي صلى الله عليه يعني عليه وسلم وهو سيد المتوكلين كان يمشي في الأسواق، وقالوا ما لي هذا الرسول، وقالوا ما لي استغفر الله، وقالوا ما لي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. نعم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. هذا النبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. لا منافاة بين التوكل وبين الأسباب، لأن التوكل هو عمل من أعمال القلب. توكل معناه توجه القلب لله جل وعلا، عمل قلبي. وأما الأخذ بالأسباب هذا من أعمال الجوارح، فالجوارح تعمل والقلوب تتوكل، فتتعلم أنك تأخذ بالأسباب لكن لا يركن قلبك لهذه الأسباب، بل وأنت تعمل السبب قلبك معلق بالله جل وعلا، متوجه إليه أن يتم لك أمرك وأن ييسر لك يعني ما تريده، وهنا يأتيك الإعانة ويأتيك التوفيق ويأتيك السداد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد في خلقه في سماواته وأرضه. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. يقول: على العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. لم يزل المصنف رحمه الله تعالى أنه يروح ويجيء ويدقق وينبه ويكرر هذه المسألة العظيمة، هي مسألة القدر، والإيمان بالقدر من أركان الإيمان، فلم يزل ينبه عليها. نعم. أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض. نعم. يعني لا ينقض قدر الله جل وعلا ناقض ولا معقب، ولا المعقب بمعنى المؤخر، لأن الله جل وعلا يعني لا معقب لحكمه، ولا مزيل ولا مغير. نعم. ولا مغير ولا مزيل ولا مغير في طبعا تعلمون أن الله جل وعلا يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وفي قراءة ويثبت، وعنده أم الكتاب. وهذه الآية معناها أن الله جل وعلا هناك أشياء تقبل التغيير والتبديل، نعم، وهي جميع التقادير خلاف اللوح المحفوظ، كلها يقبل التغيير ويقبل التبديل.
يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده وعنده أم الكتاب، أم الكتاب لا يقبل محوا ولا تغيير. ويتم التغيير يعني، وده مثلا الصحف اللي تكتب في أيدي الملائكة تغير، نعم، ويتم التغيير تابع لما ثبت في اللوح المحفوظ. فالذي ثبت في اللوح المحفوظ هو أم الكتاب، أم الكتاب لأنه هو أصل كل شيء، الأم هي 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 الأصل التي يتفرع عنها غيرها، نعم. فاللوح المحفوظ هو أم الكتاب، لا يقبل محوا ولا تغيير. ومن هنا تفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره، نعم، ويبسط له في رزقه في الصحيح فليصل رحمه، نعم. فإذا كتب له مثلا أنه يعيش 40 عاما، نعم، ويعلم الله جل وكلك كتب له في اللوح المحفوظ أنه يعيش 70 سنة، لأن هذا ويصل رحمه، فيغير يغير إلى يمحو الله ما يشاء. وهنا كان عمر رضي الله عنه يطوف بالبيت وهو يبكي: اللهم إن كنت كتبت علي ذنبا أو شقوة فامحوها، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. إذن هو يقول ليس فيه ناقض مما قدره الله جل وعلا في القدم، نعم، في القلم الأول ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص. وطبعا هذا من المصنف رحمه الله تعالى يأخذ سبيل الإطناب، وتعلمون أن الإطناب موطن الخطب وموطن، أما العقائد والتأصيل قد لا نحتاج كثيرا إلى مثل هذا الإطناب، ولكن لعله يؤيد المعنى ويعني يريد أن يؤكد هذا المعنى بهذا الإطناب وهذا التكرار: ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، يعني كل شيء مقدر والأمور تجري على ما قدرها الله عز وجل، لا تنقص ولا تزيد على حسب القدر الذي قدره الله جل وعلا، نعم. يعني لا يستطيع أحد مثلا، أحيانا قد يفهم إنسان: طيب إذا قدر على العبد شيء هو لا يفعله، نعم، فلا يفعل الشيء الثابت، هو لا يفعل لأنه ثابت في الكتاب أنه لن يفعل الشيء، لا يستطيع أحد. يريدون أي كما كان المشركون يريدون أن يبدلوا كلام الله، نعم، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. مو مقدرة، نعم، يعني لا يستطيع أحد، ومن يغالب الله يغلب، نعم، فالله جل وعلا هو الغالب سبحانه، والله غالب على أمره، نعم، والأمور تجري على ما قدره الله عز وجل، الأمور الحقيقية بيد الله جل وعلا، والملك الحقيقي بيد الله، نعم، ويعني الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، مقاليد كل شيء كله بيد الله جل وعلا، نعم. وعلى هذا وهذا كله أيضا يعني داخل في ضمن الإيمان بالقدر. وإذا كان المصنف هنا يعني يشدد على أن الله جل وعلا يعلم كل شيء، هو يريد هنا الرد على المعتزلة والرد على معتزلة القدرية. القدرية تعلم القدرية، فرقة القدرية نوعان: القدرية القدامى الذين ظهروا في أواخر عهد الصحابة، الذين كانوا ينكرون العلم، الذين كانوا ينكرون العلم، والذي تبرأ منهم عبد الله بن عمر، قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، ولو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. فهؤلاء القدرية الأوائل وهؤلاء انقرضوا. قدرية الأواخر وهم المعتزلة الذين يزعمون أن الله جل وعلا لم يقدر على أن يخلق أفعال العباد، فجعلوا العباد يخلقون أفعال أنفسهم، وغلبوا مشيئة العبد على مشيئة الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، نعم. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن القدر قال: القدر قدرة الله،
كلمة الإمام أحمد هنا بليغة. كيف يفسر القدر؟ موجود عند أعتقد أن المصنف أشار عندك، لكن لم يشر إلى أنها من كلام الإمام أحمد الشارح. كلمة الإمام أحمد رحمه الله أن القدر قدرة، يعني قدرة الله، لأن المعتزلة لما أخرجوا أعمال العباد عن قدرة الله جل وعلا، نعم، ولذلك سموا قدرية، نعم، فهم يزعمون أن قدرة الله جل وعلا يعني فيها نقص. فأراد الإمام أحمد في قول قدر قدرة الله على كل شيء أن يرد على المعتزلة، وأن يبين جهلهم ويبين ضلالهم حين أخرجوا أفعال العباد عن يعني شمول قدرة الله جل وعلا. إذن قول الإمام أحمد في تفسير قدر أقدر قدرة يا قدرة الله، لأن المعتزلة لما أخرجوا أفعال العباد عن قدرة الله يعني جل وعلا، نعم، هم نقضوا إيمانهم بالقدر. فالإيمان بالقدر معناه أن الله جل وعلا يعني قدرته على كل شيء، ومن ثم قدر كل شيء، يعني تقدير الله جل وعلا لكل شيء يعني لازم من لوازم قدرة الله عليها، لأن الله جل وعلا لا يقدر الأشياء إلا إذا كان قادرا عليها. فمن هنا تستطيع أن تفهم كلمة الإمام أحمد بأن القدر هي قدرة الله، حتى يرد بها على المعتزلة لأنهم أخرجوا أعمال العباد عن قدرة الله جل وعلا. إذن المعتزلة إذن المصنف هنا يرد هنا على المعتزلة بهذه العبارة، وأن على العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، نعم، هذا يرد به على فرق المعتزلة جميعا الأوائل والأواخر. لذلك الإمام الشافعي يقول يعني ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا كفروا. يعني لو أقر بعلم الله جل وعلا لكل شيء خصموا، لأنه هم المعتزلة أواخر المعتزلة لما خرجوا أفعال العباد عن الله، مؤدى قولهم أن الله لا يعلم شيئا عن أعمال العباد لأنه لم يخلق، فقالوا يعلمها بعد أن يفعلوه. لذلك الإمام الشافعي قال ناظر القدرية بالعلم، يعني هل تؤمنون بأن علم الله جل وعلا قد أحاط بكل شيء، يعني ما كان وما سيكون أم لا؟ لو أقروا بالعلم يبقى نقضوا قولهم بأنهم يخلقون أعمالهم، نعم، لماذا؟ لأنهم أخرجوها عن علم الله جل وعلا. وإن أنكروا، لا أنكروا بأن الله لا يعلم الأمور حتى تقع، هذا كفر بالله. ولذلك السلف كفروا أو أهل القدرية كفروهم، لأن نفوا يعني ينكرون شيئا معلوما من الدين بالضرورة، معلوم بالعقل وبالفطرة، فطرة الناس. تجد أحدا مثلا من الناس يقول الله لا يعلم، نعم، لا أبدا، كل الناس يقول الله عالم كل شيء، نعم، هذا فطرة فطر الله جل وعلا الناس عليها. وعلى ذلك يقول المصنف وذلك من عقد الإيمان، أي الإيمان الذي بما سبق الإيمان بأن الله جل علم كل شيء وقدره تقديرا محكما لا يقبل تغييرا ولا تبديلا على النحو الذي قدره الله جل وعلا. وذلك من عقد الإيمان، أي مما يجب الإيمان به ومما يجب أن تعقد القلوب عليه، يعني تطبق القلوب عليه وتتمسك به وتعتقده، نعم، لأن العقيدة مأخوذة من عقد الحبل، أي وذلك مما يجب الجزم به، أن يعتقده العبد جزما ويقينا. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته. هنا يقرن المصنف الكلام، أي يقرن المصنف كلامه على القدر بالكلام على توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية يتضمن الإيمان بالقدر، يستلزم الإيمان بالقدر. أنت تقول نحن نقول في توحيد الربوبية الإيمان بأن الله هو رب كل شيء ومليكه، وأنه خالق كل شيء، وأنه هو المحي وهو المميت والذي قدر كل شيء، وهذا هو معنى القدر. ولذلك جمع الله جل وعلا بينهما، نعم، في قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن
الاعتراف بتوحيد الربوبية فيه الإيمان بالقدر، لأننا نقول في توحيد الربوبية أنه الإيمان بالله تعالى، والإيمان بأن الله هو رب كل شيء ومليكه، وبأنه على كل شيء قدير، وأنه خلق كل شيء وقدره تقديره، وهذا متضمن للإيمان بالقدر. نعم، وهو أن كل شيء جار على مشيئة الله عز وجل. إذن من يؤمن بتوحيد الربوبية ثم لا يؤمن بالقدر ينتقد إيمانه بالقدر. ولذلك المصنف هنا أورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه الشارح يقول: ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد. الإيمان بالقدر نظام التوحيد. عندكنا في نقص في الأثر الذي نقله المصنف الشارح، تمام هذا الأثر: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر فقد تم توحيده، ومن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. يقول: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر فقد تم توحيده، وتوحيد الربوبية. نعم، ومن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. خرجه الإمام عبد الله ابن أحمد والأجوي في الشريعة، وابن بطة العكبري في كتاب الإبانة. ومعنى قول ابن عباس أن من كذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده لله جل وعلا في الربوبية، لأن توحيد الربوبية مستلزم للإيمان بالقدر. فهمت يعني مناسبة جمع المصنف رحمه الله تعالى بين الإيمان بالقدر وبين توحيد الربوبية؟ لأن توحيد الربوبية معناه الإيمان بأن الله هو رب كل شيء ومليكه، وأنه خالق كل شيء، وأنه قدر كل شيء، وأنه خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وهذا كله الإيمان بالقدر. فمن زعم التوحيد وكذب بالقدر يعني فتكذيبه ينقض توحيده. فهمنا ذلك؟ نعم. وطبعا أورد الشارح يعني الكثير من الآثار في ذم القدرية، وهذه الآثار المرفوع منها فيه ضعف، وكثير منها موقوف. كثير منها هي موقوف، نحو القدرية: مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وإن كان بعض أهل العلم يصحح مثل هذه الأحاديث. نعم، وعلى كل حال يعني الشارح يقول: لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة، وإنما يصح الموقوف منها. فعن ابن عباس، وأورد أثر ابن عباس رضي الله عنه، وأورد لك بعد ذلك قال: وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القضية جملة. أنا حتى تفهم أن قول الإمام أحمد أنه لما فسر القدر بأنه قدرة الله، نعم، هذا يريد به الرد على المعتزلة. نعم، إذ لأنهم أخرجوا يعني أفعال العباد عن قدرة الله عز وجل. نعم، ثم شرع يعني أورد لك الشارح كلاما يعني طيبا في أصول الإيمان بالقدر، يعني ما الذي يتضمنه الإيمان بالقدر، تراجع مثل ذلك ونحن تكلمنا عليه. نعم، يعني راجع إيه قال: والقدر هو الذي هو التقدير المطابق لما يتضمن أصولا عظيمة. يعني يراجع هذا الكلام، كلام طيب وكلام نافع إن شاء الله جل وعلا. نعم، فويل، يقول: فويل لمن ضاع له، فويل لمن ضاع له في القدر، لمن صاغ له في القدر قلبا سقيما. فويل، الويل هنا في شيء عندكم؟ نعم، نعم، فويل لمن صار القدر خصيما. فويل لمن صار، لا عندي مختلفة. فويل
هنا في بعض النسخ فيها بعض التغيير، فويل لمن صار الله تعالى في القدر خصيما وأحضر للناظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سببا كتيما، وعاد بما قال في أفاكا أسيما. الويل كلمة تدل على الهلاك، نعم، وجاء وهي من كلمات القرآن، فويل يومئذ للمكذبين. وكذلك فهي معناها الهلاك، وكلمة من كلمات الوعيد. والقلوب ثلاثة: القلب الصحيح أو الحي، والقلب الميت، والقلب المريض. والقلب الصحيح أو السليم هو الذي سلم من أمراض القلوب. ومرض القلب نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة. فالقلب السليم هو القلب السالم من الشهوة، ومن يتسلط الشهوة عليه، ومن تسلط الشبهة عليه. مرض القلوب نوعان: شهوة وشبهة. وأرضأ الأنواع مرض الشبهة، وتخلص العبد من مرض الشبهة عظيم شديد، لكن مرض الشهوة يرجى له بإذن الله جل وعلا مع التوبة ومع الإنابة ومع الاستعانة بالله يرجى بوء القلب منه. فالقلب السليم الذي سلم من مرض الشهوة ومرض الشبهة، والقلب الميت وهو القلب الخالي، نعم، الذي مرض فاشتد به مرضه حتى مات، هو قلب الكافر. قلب الميت قلب الكافر، لذا يقول الله جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. والكافر ميت، أو من كان ميتا، لأن القلوب ماتت وصارت الأجساد قبورا لهذه القلوب، فأحييناه، أحيا الله عز وجل موات القلوب بالوحي الذي أنزله من السماء، وذلك سماه روحا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا القلب الأول، القلب الصحيح والقلب والسليم، والذي سلم من مرض الشهوة ومرض الشبهة، ومن ثم امتلأ بتعظيم الله جل وعلا وتمجيده ومحبته والشوق إليه والإنابة إليه. والقلب الميت قلب الكافر، وقلب مريض قلب فيه مادة، مادة حياته ومادة ماضيه، والموفق، وهما يتصارعان في القلب. والحالة التي يصير إليها للغالب منهما: هل يغلبه مادة الحياة أو تغلبه مادة المرض؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يفسر لك انقلاب تغير كثير من أحوال الناس عند الموت بسبب المرض الذي كان في قلبه، فغلب هذا المرض عند الموت عياذا بالله تعالى من ذلك. لذلك العبد هو حي في هذه الحياة، طالما له نفس تطرف، طالما له نفس بين جنبيه ونفس يتردد، فهو يجتهد على ما في قلبه. الله جل وعلا حذر من ذلك، قال الله جل وعلا: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، واعلموا أن الله غفور حليم. وكذلك أمر الله جل وعلا لما ذكر المحرمات والفواحش، قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نعم، ما ظهر منها فواحش، جمع فاحشة، هو الأمر الذي اشتد فحشه وتناهى: الربا والزنا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والسحر
قذف المحصنات وغير ذلك. وهذا هي الفواحش الظاهرة. وما بطن والفواحش الباطنة النفاق، الكب، العجب، والخيلاء، والغرور، وطول الأمل. نعم، هذه كلها. وكثير منا يجتهد في أن يبتعد عن الفواحش الظاهرة لكنه لا يلقي بالا إلى هذه الفواحش الباطنة، وضررها أشد من الفواحش الظاهرة. وكم من الناس من آل مرض قلبه كان شيئا يسيرا لكنه أغفله، فلم يزل هذا المرض يتنامى في قلبه، ومع طول العمر وعدم الدواء يشتد المرض حتى آل هذا المرض إلى أن يقتل، إلى أن يموت هذا القلب، بسبب أن صاحبه لم يتعهد قلبه من هذا المرض ولم يستعمل الدواء النافع له. الكثير من الناس أو بعض الناس يجبن عن أن يخوض المعارك مع نفسه، هذه أشد المعارك. وكل منا يعلم من نفسه ما هو المرض، مهما اعتذرت لك ومهما تجملت لك فالله جل وعلا، فأنا أعلم من نفسي مرضي كما أن الله جل وعلا يعلمه. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. فأنت في الدنيا كما تتطهر للصلاة، نعم، فهذه الطهارة الحسية في الصلاة توجب عليك أن تتطهر لها طهارة معنوية، تطهر قلبك، الكبر، العجب، الغرور، التعالي، حب الظهور، السمعة والرياء، واستعمالك آلة الدين للدنيا. ومن استعمل آلة الدين للدنيا لم يرح رائحة الجنة. فانتبه للقلب، والمرء بأصغر قلبه ولسانه. ولذلك القلب واللسان قد يكون أطهر مضغ الإنسان، وقد يكون أخبث مضغة من الإنسان. وحذر الله جل وعلا من إهمال القلوب، فقال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده احسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. معلوم أن النار تأكل إنسان وتطلع على كل إنسان، فلماذا ينص هنا على الأفئدة؟ حتى تعلم أن هذا البلاء الذي هو في القلب هو الذي أودى بالإنسان فأوبق. فالنار تأكل وتطلع على الأفئدة، تأكل هذه القلوب بسبب ما فيها من مرض وفيها من خبث. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. وهذا أمر لا عاصم من الله، لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه، ولا يعصمك منه إلا الله. وأن تجتهد وتحترف وتقر بين يدي الله عز وجل، تدعو الله جل وعلا في سرك وفي جهرك أن يسلم قلبنا وقلبك، أن يطهر يعني قلوبنا جميعا. أسأل الله جل وعلا بمنه وجوده وإحسانه، وبأنه له الحمد المنان مديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من كل ما سواك، اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، واملأ قلوبنا بمحبتك والآخرة حتى يكون حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عادك. وهذا الوعيد الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى لمن صار له في القدر قلبا
سقيما هذا الوعيد يشمل جميع طوائف القدرية، يشمل الجبرية، يشمل الجبرية المشركية الذين عارضوا الشرع بالقدر، الذين عارضوا الشرع بالقدر. نعم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. ويشمل كذلك القدرية المجوسية الذين أخرجوا أعمال العباد عن قدرة الله جل وعلا، فشابه المجوس إذ استلزم قولهم أن ثم خالق غير الله للكون، فجعلوا في العبد خالقين. ويشمل كذلك القدرية الإبليسية الذين طعنوا بالقدر في حكمة الله، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذه الطوائف الثالثة التي ضلت في باب القدر. وإن كان أمر القدرية الجبرية والقدرية الإبليسية أظهر من غيرهم، إلا أن الذم هنا يريد المصنف أن يجمع لك أن يقول أن هذا الذم شامل لجميع الطوائف الجبرية المشركية والمجوسية نفاة القدر والإبليسية، وكلهم يصدق عليهم هذا الوعيد. والمصنف رحمه الله تعالى تكلم بكلام، الشارح رحمه الله تعالى تكلم بكلام جيد جدا في مسألة القلوب فيرجع إليها. وقال وقوله لقد التمس بوهمه فويل لمن صار قلبه، فويل لمن صار قلبه في القدر، لمن صار له في القدر قلبا سقيما. عندكم كذا؟ فمن يعني من صار الله تعالى في القدر، في القدر قلبا سقيما. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال في أفاكا أثيما. تعلمون أن القدر هو سر الله، والله جل وعلا طوى سر القدر عن الأنام. والخوض في القدر والخوض في تعليل أحكام الله أو الخوض في مناقشة الله جل في يعني في في الاعتراض على أفعال الله جل وعلا، هذا من التكذيب بالقدر. لذا يقول الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. و لأن علم الله جل وعلا أحاط بكل شيء، وعلم البشر قاصر، ومن ثم قصرت علوم الخلائق أن تصل إلى معرفة القدر وإلى معرفة أسبابه. نعم. وأحاط الله عز وجل بكل شيء، يعني الله جل وعلا يعلم لماذا خلق هذا طويلا وخلق هذا قصيرا وخلق هذا غنيا وخلق ذاك فقيرا. نعم. وخلق هذا مهتديا وخلق ذا وخلق غيره كافرا. كل هذا معلل عند الله عز وجل. إن الله يحكم ما يريد، يعني كل ما أراده الله جل وعلا يريده لحكمة بالغة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ولذلك الخوض في القدر، نعم، الخوض في يعني في إنكار القدر أو الاعتراض على المقدور، فيقول فلقد التمس بوهمه في فحص الغيب، لأن الغيب لأن القدر من الغيب. طوى الله جل وعلا عالم الغيب، فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. نعم. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، صفة صيغة مبالغة. نعم. وعاد بما قال في أفاكا أثيما، لأنه تخرص في الغيب وتكلم فيه بما لا يعلم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والقدر من الغيب الذي طوى الله عز وجل علمه عن الخلائق سبحانه وتعالى. وعاد بما قال في أفاكا، أفاكا أي كذابا، أثيما أي يعني صيغة مبالغة، كثير الاسم أي مأسوما كما قال الشاعر. نعم. والعرش
قال رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعض الوقت الأسئلة يسيرة. كان ممكن يعني أكمل يعني، فتحمد الله جل وعلا على أن الله جل وعلا لم يمهلني لهذا، كذلك تدعون لي أني خففت عليكم من هذا فضل الله جل وعلا علينا وعليكم. السؤال لا يخص مادة العقيدة، ولكن أسئلة أصول الفقه على 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 درجة كبيرة من الصعوبة، فهل تتكرم وتقوم بالإجابة عليها؟ والله يا أخي أنا خادم إن شاء الله، خادم لكم إن شاء الله، وهل سيأتي في الامتحان بهذا الشكل؟ لا إن شاء الله يكون يعني أنتم إن شاء الله أعلى من كده، يأتيكم إن شاء الله. طيب أنا أحاول إن شاء الله يعني أشاهد معكم في حل هذه الأسئلة، يعني يكون هناك حصة إن شاء الله مخصص فيها لحل الأسئلة في العقيدة. العقيدة يعني ميسر. هل يمكن أن يفهم من حديث وكان عرشه على الماء أن الماء هو أول المخلوقات يعني قبل العرش؟ العلماء يعني لما تكلموا اختلفوا في بين العرش وبين القلم، لم يختلفوا على الماء. نرجو من القائمين على اختبار القرآن أن يكون الاختبار في 10 أجزاء. عندنا هذا كلام ولا ما عندنا هذا؟ ولا هذا في الفرقة الثانية هذا؟ من اللي من الذي أصل هذا؟ إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القضاء. نعم الشيخ سامح متكلم في الموضوع ده، أفاض فيه وبين خطأ الشاعر في ذلك، أن القضاء لا يستجيب لإرادات الشعوب، الشعوب إرادتها تابعة للقضاء، هو تقدير الله جل وعلا. سب ابن آدم الضهر وأنا الضهر أقلبه، فالله جل وعلا بيده مقادير كل شيء، فإرادة الشعب تابعة، هذه المشيئة مشيئة تابعة لمشيئة الله جل وعلا، وليست مشيئة الله جل وعلا تابعة لمشيئة العبد. إذا قولنا فلا بد أن يستجيب القضاء، لا، هو الله جل وعلا شاء لهم فخرجوا، شاء لهم أراد لهم فأرادوا، فإرادة الشعب تابعة لإرادة الله جل وعلا وليست إرادة الله جل وعلا ومشيئته، فلا بد أن يستجيب القضاء. البيت معناه خطأ، وكثير أحيانا تجد في كلام الشعراء كما قال جل وعلا: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون أنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. ما الفرق بين المعية العامة وكذلك يعني المعية الخاصة؟ المعية العامة معية الله جل وعلا لجميع المخلوقات، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. معية علم وهو مستوى، معية لا تنافي استواءه على عرشه، معية لا تنافي استواءه على عرشه. أما المعية الخاصة معناها التسديد والرعاية والتوفيق والهداية، قال إنني معكما أسمع وأرى، إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا، هذه معية الخاصة. وهذه والمعية معية الله جل وعلا معية حقيقية، على الراجح معية حقيقية لا تنافي استواءه على عرشه، لأن الله جل وعلا جمع بينهما في آية الحديد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.